الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يوعلكم كما يمسيكم كما يحذركم يا أخوة. إذن زي برنامجنا هنا نقد صلئي، ألا تعجبون معي زبل مسايد أي تقرمون دو سقاب حجي بزحف حلقات حالفنا لنا إن شاء الله سلازي حجون عيدي زلو فليز بلي برنامج حجي مساي زلو مسو بزعبة جوال كزارب دلي جوال الجوالات أفز الدنيا حجي حدش تقنية مسي زلو زعبو خزارب إن شاء الله. هذا الجوال يا إخوة نعمة أنعمها الله إلينا أو علينا، نعم. طيب، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. زي جوال زي حسبنا استنتنايو رب سبحانه وتعالى نهز بتقمزم صونا قريب. فوالله يا أخوة، والله الذي لا إله إلا هو، لا يمدح أحدا أبدا، لا يمدح أحد في إيجاد هذا الجهاز إلا الله سبحانه وتعالى. ربي بعلم سيوه بخلته بفلتاته زي جوال زي مسيوه مالتيو، نعم. حتى نجوال بسر حسب حجي انت تحتوه كابي امتخان تلكم، والله فتينا فتاتينا رب سبحانه وتعالى بقى الهموه امتوا مال تاجوال. لكن اتي تاجوال نتاجوال بسر حسب كلتي ام لا رب ملكي ام ربي زملكم ربي خليقهم ربي أخاذ نقرزي أمسي ونبل. بل الله سبحانه وتعالى الذي صنع هذا الرجل وصنعته نسو رب خليقه نتاجوال رب خليقه ونبل. ولذلك يقول سبحانه وتعالى قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. نسخاتكم من اتتسرح وسرح اتي زخترعكم مخترع كلكم رب سبحانه وتعالى خالقه. إذن جوال بسرح نسن بعلون تاجوال ربي يخلقه نبل. طيب يا أخوة، عقلنا من التقم عقلنا نحن تتقمنا واحد حدن أمريكا خيلو أمريكا أوروبا أمريكا وصيفة لتنو أمريكا خلطور حسستور حبس حمس مسئي كميري إخايلنا والله تدني قبك بتعمي إلو ياخذ أمريكا دلوكو تكنولوجيكو بي بسيح الله قال ملي بلالو والله أمريكا سرحته والله ربخ ما نسرحوني بلالو وأنت استغفر الله بل تبل ناسي والله استغفر الله ما استغفر الله لكن ربي قناء كم تني أمريكا يسرحنا الله يبلالو يا من الحلال استغفر الله بل أمريكا زخلقه ولا جوال زخلقه كل ربي تبلناه نسمع حبيب. طيب إذن نقول لو رأينا مثلا سيارة مفتاح تأثه موتوري تسع يعني في كونديشن تسع كلتة ثلاثة أربعة قوما يكسغس بحانتي مفتاح زخل ينكسغس حجي نمن نخنا دنق نتامكنا دنخنا دنقا ولا نتامكنا دسرحي نخنا دنقا كلها ننتعينا نبل مكنا دقى جماد دي حاسين ودي حاسين قوما ودي قوما بتاعم زد النق انتقينو نتامكنا دسرحي صح؟ أبزن سامعنا. طيب نتامكنا السرح أنت الآن نقوخنا نتي سبكني من سرحوا لنا أين حتى سندنا بحنقولنا يود سبكوا أتسرح هذا مكنا. طيب نتحنقول كمن يخلقوا إلنا اندحر حاتثنا أبو دوكن بلنا مالتي. طيب لو رأينا مثلا زي حنقولنا يود سب انترئنا كندينا قرأت أبزو الدنيا سرحون رئي لنا تخاللنا 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 قن نربينا خناد النق، نعم. والله سبحانه وتعالى نعنا كي خلق نزخل الدنيا كي خلق كله، نعم. انتي كم زخلق فلتي يعني مريت كي خلق كله قويتا أبز مريت سي انتين كم زخلق كم سرحن رب سبحانه وتعالى يفلت نيرو. والصحابة لو قيل لهم سيأتي زمان أبتك زيتي زمن كما تسئيو حانتي حاسين يركا بيخستاك تزارة ولو تخيل قزي خمسئيو انت تبلوهم ولا يرد أمني زي نقر زي أو كمان مثلا بسماي تخيد حانتي نقر كتمسيا أوروبلان يعني أوروبلان سي بحاسين بقوم ما تسرح بسماي سماي تخيد كتمسيا أنت تبلوهم صحابة يرد أمني زي نقر زي، نعم. ويكاني أربعة قوم ما قركا شح كيلومتر تخيد مكينة تبها كتمسيا يرد أمني زي نقر زي سمز ردو قمل أدقي فرس بزيهم تخدني روم سلازي سلازي يرد أم الله سبحانه وتعالى بحانتي نقر حسيروا انتايلو. والأنعام
يعني زيهم إنس السماء التي فلطوا إنه والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون زين سساز خل زي نعهدكم يلو كبأت أنت بلعوا كبأت أبلع لي أنت سألكم تخلوا نملكعون قرنا لكم سلزي ردوا وويلهم تم صحابة. طيب يقول ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون تكونون كلهم صعدة فرسكركم كم يملكع له إلو رب سبحانه وتعالى القرآن تزاريبهم سلزري وزلوا لا بحق تقبلهم تدنقهم كمان وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم يعني بيقولون كتبصحوا زي تقولوا إن سسا خلقنا لكم كتسكموا زي تقول نقر جمل زبها خلقنا لكم كل زقان قطعت زي ردوا من ساتهم والخيل والبغال والحمير إذ كل زفلطوهم نعم لتركبوها وزينة أما تشرش أن تايلو ويخلق ما لا تعلمون إصغاتكم زي تفلطوها أني كسع يوم القيامة بزح نقر كخلق يكسر راحيو السن تاي مسيلكم أوروبلان إذا جوال تلفاكس تلفون مكينة مركب إذ كل زي صحابة يردؤون يوم لكن زيت فلطونا قرك أخلق إلو رب سبحانه وتعالى منها الجوال. طيب قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق رب سبحانه وتعالى حاد مخانو ويتا مخانو أب نفسهم أب كان إن كنر يومنا إلو يرئينا له جوال تخلقه أوروبلان تخلقه كن ليك ذيت فترة حجي. طيب يقول ذهبت حد قزي أب بنك أتايد بها الكيدانو أب حاد الشيخ كيدسني إذا عينت نقدي خمئيو يعني إليو هجي لني أخي بإذا يتسلم كي نقرسي نقدي باطل يبلن له كل نقر جنزة فيبكا يتي بضاعة بإذكا تسلم لك يبلن له بحر إليو حاد يتأيب مئة تخيلو ورك قزيو جنزة فيبوهم ثم يتخلو وركس كم يقر تسكيبو خيليو يبلن له نادي الشيخ زي سلزي لابد يعني بحساب ببنك قال أخونا اللومبر أقتنع أنت شيخ إلوني لا أخونا يقولون لابد بإذك أخونا اللو إلو تحرأي أني نبنك خيدي بنك السعودي الأمريكي في زعابي حلقات اللو مديرنا يقنزب نعور أخبر لخو يا أخي ليو شيخ كم زخمزي لني انتهي لني فليتكم يا أخي لني على عيني ورأسي علماء برأسنا إلى سؤال ميلو ولكن لابد حدا عالم بزعبه ايكونومي بزعبه خستك الزرق كله لابد انا ايكونومي فلتات كله والله اسمعي لني حجي انا نعاها خرق زي قبقى نقر كرئيكا لني انتاي ليو حمت تشيك او سيو عسرت خلطة مليون دولار زلوها تشيك زي اي لني حالي ناي نقد سبيو كاب سعودية خيدون جابان ناي عسرت خلطة مليون دولار قحوت كزيو حجي سلدو ليلو بشيك سريدنا اللو مالتيو تشيك تقبلاتو تا كامباني أقوحتك أسلمات طويلة أبين له تنتهي بهاليلو تقوحتك أن عيكون أسلمات طويلة بحر بحر غير رقم السيو سلزيلو تزدنق نقاري لني حجي كمبيوتر اللو فاكسر اللو جوال اللو قزي خمسيو دحر بع حمس عمد كل الكمبيوترات اللو كل الجوالات كله خطفيلو ليزر زبها الكمسيلو ليزر نيشتي كنزي أحسك كل لحيوتك قداي نزا كل عالم يعني أبزائد كتأتوا بحان تحس إنك تكون الليزر زبها الكمسيو يبلن له حجينا من تايز خل زمسيو أنا أزب لكم والذي اخترع الجوال اخترعها وهو جالس في بيته أبقى زخو في لكم الجوال سريحو بدحريو كم يقى سريح كاية انت لكم أفلطانيو كهرباء سرح حجي كهرباء سي أبي اللي تلك والله بتي أتسلكي زلو انت يمثل اسكري أن كهرباء كهرباء خر إكاز غيل سبيل لن ولكن ربي تا فورمولا كهرباء خمي قد كانت تسرح أبحنقول نايزي سبأ فيو كهرباء بحال ربي أمسلنا مالتيو. طيب بالحريو إذا علمنا أن الجوال حيبة من الله سبحانه وتعالى بقى جوال يعني لقستنا يا ربيو ربي ذهبنا برب التسرحي انبر بسب تسرحي كونن سب واسطاي كبلي زلي سلزي نربط رح نخانا مسكن سقبا نبل ولذلك حجي أبطق منا فستاي منؤتو أب قدآتنا أبطق منا جوال أبو يخزار دلو خوي جاني قدآت اللو جوال تغمخا اللو أب قدآتنا حر جميرنا بهذا الجوال يا أخوة تدخل الجنة وبها تدخل النار
بل ذا جوال جناز أتنا قرث قبرت خيليخا بأخ أني جهنز أتخت قبرت خيليخا. طيب بحريو مثلا لا تتكلم عن أضرار بزحنا قرات بأقير كاسني أنا سيت غازل الله في ثناي تمس بزحنا قرات هاي تقبر سلزي تقمانا جوال ترح كنوصل يقبع ينبل. طيب نبدأ مثلا فلوس بها النقر بفلوس قيرهم سبيت ترحها بفلوس تسدلك ويكن دي مستئر كن دي كرأة زي قبع نقر بفلوس تسدلك إذي حبي قد آثيو هذي. فكم من مستور رب السترو كشح يعني كقلت جمير حجي. طيب الموسيقى بموسيقى بجوال الموسيقى نقبر يقصي صوت. طيب حنتي رب السترى قوال أبقز أكو فيلا بجوال غيرو من نتزارا ربو قطن قطن نترأيو يعني شوفون نقر زفد حلو نقر إذن أي جوال مالتيو. طيب بدحريو كم زعين إذا أمسل قد أكلوا خلو جوال لكن بزوح 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 تغمل له جوال طغمون دحرئنا إذا خلو بلوين خلينا والله بتكبر نرئ لنا. اختصر لكم المشاوير مثلا الدعوة ممكن بجوال دعوة تقبر تخيل قراءة القرآن بجوال القرآن كتكرر جميرك حجي صلة الرحم رحو عدين تأيد بها الرحو قزان تخوين وتوم أزماد ناتكا بجوال قيرك كما عالكم كمين لهم كتب لهم تخيل مالتيو. تجارة بأنواعها حجي ببعينة تجارة نقدي بجوال يخونا له. طيب انترنت إذا نقرزي بجوال تأيد بها يخونا له أحيانا حرحرق زي كم موت تدحن بجوال والله جوال تليوكا كم موت تدحن بحكي بجوال غير كاد نادوا والكاس تاي تقبر. طيب اتذكروا قلمي التعمتي اخوة بحج مسكدنا 30 كل التنسبات بجوال سليموم تبلكم يتأمنون يعني فلبين منيرم حجي ابو كيدنا سيخن ريوم كيدنا حجي كل هناج الجوال نحيبنا يوم كدولو والله من الفلبين دويلهم حدنا بدي ادول حدنا حافي ادول بزعبا حجي نقرا بعزاب اسلمنا نقرا بقى يبكي يبل قلملي 30 كل نار انا يوم بجوال مسلمهم سبحان الله العظيم. طيب بدحريو انا نفسي يا اخوه انا حرهرق زي بجوال دعوات قبر له نقرا له كم زي مساله بزح تقمن له لكن انا حرهرق نقرا حتى سيدلي عندي مال اختناي جوال ابو خمس حجي. الموسيقى في الجوال ايش شأنه موسيقى في الجوال ائتوني بفائدة واحدة بس بجوال موسيقى مكبر حنت فائدة سكم صلي والله لو طفتم الأرض ولو فكرتم 100 سنة ناي بجوال موسيقى حنت فائدة ترهبوا يتغلونهم انت أخذ لها موسيقى سمعت لها يا أخي مسجل سمعيه. طيب أبزخني يا ريت سمعك يا خمان أتسمعون هكو بس بجوال الموسيقى مكبر بمجمرة علماء حرامي لهم حالي قال اي نقر نبعلس درسي حرامي سلسة نقر انت اخذتك بجوال درسي قيرك حالة بل بالحريو مثلا انت نبل حالة سب الموسيقى قبر كله المسجد كل سب السجود وديقون كله نسخاتا جوالنا ثكا سايلنت سلزي قبرك اول حالة مستوال لك درفينا اكلنا اكل زيز تبلفت مسجد سبات ركوع والسجود ويقوم سبحان ربي الاعلى النبلو نايدرفت انت ادبار الموسيقى لذا مسجد تبس بس امالتيو. طيب هذا مثلا يعني رب سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم تايلهم اتقوا اللعنان كلتة لعناء بسببهم لعناء زوردكم نقرالو اما نقدي ايتشنوي لهم تمام سلالة بزلو نقر سبز عرفالو ايتشنوي لهم لعناتنا يسبك وردكم لهم. طيب إذن دحر شينكا لعنات وردكا خينو أما كل مسجد موسيقى الزرم كلا حدا سبب ركوع يريدون كله جماعة بركوع أفسجدون كله موسيقى خفت كله بتجوالك كله ما يلعنو خان نعم يلعنو خان بري والله حتى معلتي حدا مصري يعني أفسجدون وديقنا سبحان ربي لعنا نابل ناسي ناي أم كلثوم درفكو عولو يعني دو حجين السو هجوال دي سئين و ولا أي تعامل ديو كيدا قد إلى سقف كل تسجد مقبر كيدفع سؤاله مالتي كل سب يلعنون يرن السبزي. طيب بالحريو ومن العجيب أنا أذكر من حد نقرا له سب أي كريتش أقرب بكيلو سعدان سألي من أبك إلو والسوسة سوسان حموشان عمت أب جواله درف قبر انت هم متفايدو السخاسي فرق نفسها أب لحد آتيو
موسيقى زبلنا يدرى فاي أب جوار كات قبر سي انت ايت فايدة نهكا بل أنا هنقركم زخوان السبع عبي سبع سسا حمسا سبع سمانع از قبر سب أب جوالو درفن تري اللو قد تخب عيني ودق والله نمنتاي هراي من إساي كل عثي قبروه نسهاج نمنتاي موسيقى تقبر حدي والموسيقى على الجوال لا يجوز بإجماع العلماء بالحريو الدعاء والقرآن في الجوال دعاء قرآن مقبار كمان مبزحتهم علماء كالكيلومو ولا علماء تزيك الكلو بعقل الزرب حجي جوال قرآن تقبر شرك تبلك الناس قرآن تقرر ويدعاء قبر يا أخوانا ذهب أكثر العلماء بمنع هذا إذا نقر علماء كالكيلوم إذا مثلا شر مسبلت قرآن مش قررت جوال نهفك طيب هل سمعتم أحد جوال شرك تبلك الله بقرآن هل سمعكم وتفلطوا لتقرآن سوء يسمع قتلة قرآن يزقر صنبري شر مسبلت بسم الله الرحمن الرحيم كتبك لا قتلة يقرصه فابن من تاين دحل تقرصه كان من تاين قرآن غير كها ويقول سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قرآن تتقري اسمعوا إزبل نصهاقا طوالها تقرص مالتي ربما يرن بالقرآن وأنت في الحمام ويكاني شر بسم الله القرآن يقرأ أب حمام اللخاء قرآن أب حمام يقرأ له مالتيو طيب تشويش المصلين حتى بالقرآن كمان يعني سبات أب ركوع أب سجود أب خضوع كله جوال كاتشري لا قرآن يقرأ حتى كلهم يربشوا يوم تبال طيب في الدعاء زقر من خاف كله جوال كدعاء تخلى تمام هذا سبك دول كله اللهم هدينا في من هديت بالنساء بالله عليكم سمعكم تفلت سبات آمين زبل تجوال سي اللهم قل اختب الكلا آمين آمين زبل قال له قد تعم برز قرص ونتي اختاي عصوه بلا طيب ان حر دعاة عصوهنك لمن تاي دعاء قرك يقو ازبل دله طيب بالحريو اذا ما فائدة القرآن والدعاء والأذان في الجوال اسكي حساب امه هجمش سمعن لهم اسكح شخشخ بلو حنت فائدة كويكم بيت رخبو نمنتاي قرآن نخن سمعو يتغيرو الساقنا يتسمعيني خا سعر بسم الله القرآن مس جمرت عصوان لها فعصوان ما لتيسي نتمو كالما خذ تركبت كتبل نعوخت الزارة ودو تبلو لها القرآن دعاء نفس الشيء آمين زبيل يلن طيب أذان الله أكبر مشو الجوال أول لها دو تبلو منتاي تيز دول لك هتسمع منتان إذن إيش فائدته لا قرآن ولا دعاء ولا أذان ولا موسيقى أب جوال مقبر والحنتي تقمية بلون إبل سؤال إذن أنت يتي ضرر ناتو شر تبلكا كح كح تبلكا وي ماي شر رأز بلتقبركا يعني سب زي أذي وي كانيش تي شلملم شلملم تبل أنت قبركا موسيقى أنت أتو بزي قرآن أنت أتو دعاء أنت أتو إزبل دلخو طيب بدحريو أظن الهدف منه هو التنبيه شركو شر مالت يعني حدث بسيس وعكالو مالتيو عيكونا طيب زي أبزخون أختكون تخيليا بتشرك تكون تخيليا بوحكو أختكون تخيليا إتي قرآن إتي دعاء إتي موسيقى مأتاوسي سب مرباش أنت زي كوينو كان أول حانتي يقولون يا أخوة أنا أتذكر أب مسجد كلنا دويلو حدا نزا جزاك ونزا مسجد بتاعهم بس قبل وابق كان تايد بهال وعلى فكرة من جهل بعض الناس يظن أن إيقاف الجوال يبطل الصلاة قال سبات لو بجهلي مش موسيقى توقع نعان متفاسي نث الصلاة زبلا شوي مسلم فجي سؤال الرئة شر 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 ثبل بفلا يزوم هنود اللو باكستان بنغلاديش قال ملي إذ كأتي خاء يعني نتا جوال مطفى ثلاث زبط لي مسلم حجت المسجد يربش كله اي بتلني يا اخي رسول صلى الله عليه وسلم حدا جزي الناس قدون كلو بابا بقدمي ام نيرو ستنا عائشه بدق مصا كحكو حبلا انت قرم رسول صلى الله عليه وسلم ثلاث خطوات كيدوم تباب كفيته مرا تمليسو بل حدا جزي رسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس بهال ود حوب ام عبد الله بن عباس بينهم الناس سجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيو بدحريت مسأم كسجد بزت أقام كوينو حجن تاقرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إدوم سريدوم بأذنو حزوم نفذي مال مالي سمو زون حركة كوي
الحركة هذه يعني ثلاثة آيات ألن أتي باب مكفافون ثلاث آيات ألن مالتيو. طيب بل رسول صلى الله عليه وسلم كل عام يسيئوا الناس قدون كلو بإيدهم حزمهم زقيرهم يسجدون نيرهم كف كبلو خلو كف يبلو لو كبلو خلو خاني يحقفوا نيرهم إذن أبي حركايو سلزي مستسلات زخيد نقر سلزي قواني ثلاث آيات ألن نبل. نعم بل لو سلم إنسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند حري لخات خلو يجوز في الإسلام بيتكاجر كخمس خطب له الحركة زون يعني سب صلاة آية بتسلنيو. إذن والخلاصة لو رأيت فائدة واحدة كلمني ناي قرآن ناي دعاء ناي موسيقى ناي أذان ناي زين أربعة زين أب جوال جركا تاني بحال مقبرسي تقومي اللو تبلون تخوكم سكنو داروني تقومي ترقبولونهم بل قد أثو بزح لمن تاي قرآن قرن كله دوم ببالك أذان دوم ببالك سي إذن بعلو عبي قبانيو سلزي انتاي تتقومو إذا جوال زي نعمة يعني انتخوني انتخوني نسبك نخدم الله إذ قباء كالآي نقر نعمان يا رب مخانا خانا اعترفي قباء بدحريو جنخت أثو الله تخيلي خوال الله حال حالي قزي سبات شقري بلو بكا استها جوالا لك كتش انق مشتريو والله بلكم الله انت جوال تاخذ لي خا والله انه كوين تاخذ له الدلي نحويك دو له الدلي حجي قال تفضل له توسل دخلت ثلاث صدقك وسليو يعني ريالي خوس دلك. لكن كم تي رسول الله صلى الله عليه وسلم زلو ادخال السرور في اخيك المؤمن تزعبي اجر زلو اب حوكا اب قلبنا حوكا حقس كتاتو بتعم انت ادبال له جوال والله بلكم الله بجوال راح جنخت اتتخيل لمن تاي اب زخونه انكر كنتات انت يتبال جوالك اللي كا نسب كتعنقلو تخيل. نعم بجوالك اجهنك تتخيلها سبات اني ذكر اب رياض ماي بتعمي وحجو ماي ماي برتع ماي وقيعو اذا كل شوارع يعني تايتبال وحجات قال ملاءات يبزي نفقات ابزي كبرتات ابزي تايتبال شعو جوالات كندي سبات كاب موت الحين نمسيلكم سبحان الله العظيم يعني بالحريو الصغاء عبي قداي بجوال كتكايد خيل يعني حجة خذل سألكم اي قبا انو كويو مهنات ونريقل لنا اذا انت اخذ الدلي ناي جوال تقمتات ربز حللو ربز فتوه نعاخذ التقامر له بجوال بزوح نقرات اب الدنيا سعادة اب اخرة سعادة قبركا تقم تخيل انكلخا الجوال أبحمى نجر نتكمل لنا إبلكم. إذا نقول يا أخوة هذه هذا الجهاز جوال بهال نيرب نعمة لكن حمى نتكمل له قبل دليل تمام. طيب بالحرزي يا أخوة الله سبحانه وتعالى إذا أب الدنيا غير ودول تقنية حجي أبي حجة إن أنا والله العظيم أقول لكم بصراحة صلة الرحم قرر غيق بقى اللي جزينا مسينا مثلا انا ابزي ام الحمام له بتسبي مثلا ابخرج له 8 كيلومتر ولا 7 كيلومتر انت بجوالك تقربهم تخلنا عاتهم بل كل ساعة كل ساعتين كل يوم يومين ان دولك كأن مسؤوم كبزلخة سلزي بجوال يعني صلة الرحيم في قبر تخيل بجوال بزوح نقرات كسرح تخيل مخانكا كلها نقوى انت فلتنا يو يزخ خركم يزله زي آسي اختبار يا زي جوال زي نخل هنا فتنة هل جنان أثولا ولا جهنم أثولا رب سبحانه وتعالى كل يمزقب على مالتي. إذن نقول الله سبحانه وتعالى أبسط صبه ويسرحنا زي حدي كلا أين قر رب سبحانه وتعالى لو مي حدا سب زي تعلمكو جهل دينيري كبل أي كإلني نصبح نمنتي نود سب زمهرو حجي جوال زبها المسيو فالتوك زبها المسيو فاكس زبها المسيو تليفون زبها المسيو إذا كل زجيركا لومي مسجل زبها المسيو سي دي زبها فيديو زبها بس كل زي ربي صريح هو دلو تقنية السخاسي زعابي شخ كويو كتريقو زي تخيل بقى دلصو يعني السخاسي وريقو ترح تسمو عبي شخ بحنت الهند زي تخون سي دي تقلل لا نسرع عمل درسناتو أبقى زخاء تيخا كتعلم تخيل صباح ما عالتي أي تعلم كون وضوء أي فلت النيري ولا حرام حلال أي فلت كيتبل
رب سبحانه وتعالى كل تقنية صحيح معرباويان نرؤسهم لهم سريحهم لكن ندين كأني بتعم زقل قلنا هذا اللو زي تكنولوجي مسئزر له كنت أمر له إيقباء أنا أب بالتوك درس لني أب بالتوك أب كلتة سلستروم درسي كنت أمر لتي بالتوك أب قزاي كويني أب أولا كوفي لي ذا مايكروفون سحيبي درسي هب كلتة ساعات تفسير هب أب عالم زلو كلهم أب قزهم كوينهم كمبيوتر كفيتهم لك كم زي إذا عناي راديو يسمعوني يتكأموا مالتي بل أبنيو هقر سب كوينو يعني مكاين زي أطوالو كهرباء دلو انترنت كفيتو درسنا تيسمع مالتي هذا قزي هذا تايب لني يا أخي أنا زناي فات توكسي ربنا من تأخ لقوة عجيب عجيب زخونة إلني أنا بكينيا إذن لخيلو أب عراتي قدم ميلي يعني بقرر له كبرتات خديني سبيتي بكرمي الله وربابت له يعني دك إيل له يعني كم دلينا أننا تفسحنا أننا يعني بمتشوت نسمعك لنا إلني إذن نقر زيسي شيخ إبراهيم زبهال بكاسيت نفلت أكاريرنا حجدين بهوتك مسيخة أبزي تدلي دكيسي تدلي تسيئي تدلي يعني أبزخونا خوينو بزي انترنت سمعك لنا إبلني سلزي إذ خلو تكنولوجي ربنس يودلو كل التنقر مجمرة نسوخة مزمسوخة نعترف قباء نامريكا أينن أد ولا نروسيا أينن أد الله سبحانه وتعالى نثم أمريكا ويانن ناتي تسريح دول تكنولوجين نخلهم زخلق أحد قويتهم خانون فلد كان أي نقر بتي مسئز اللو ناي تكنولوجي مساريا كنت أم كم زقباء نعلمي خن قرآن يخن نخل نقر صباح معالتي أبكن مربكي نحفر يبلكم سلزي ناي جوال قد داي إزيو أبزي دوي إن شاء الله تسعت سلز أخلت والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر كل أكوان.